أنا سندس علي عباس، أستاذة جامعية وطالبة دكتوراه بكلية القانون، مرحلة الكتابة هسه. أنا كنت متفوقة بكل مراحل دراستي، وكنت أطلع الأولى في كل السنوات، حتى أصابتني وأنا تلقى نارية عرضية وأنا في مرحلة الثانوية، فتسببت بقطع النخاع الشوكي مما أدى إلى شلل تقريبا ثلثي من جسمي. فبسببها انقطاع عن الدراسة مدة تقريبا أكثر من عقد ونصف من الزمن. الحادث الذي تعرضت إليه؟ الحادث هو عبارة عن طلقة أصابت العمود الفقري فأدى إلى قطع النخاع الشوكي، وصار عندي شلل من هنا الجوة يعني بالأطراف السفلى. منين إجت الطلقة؟ الطلقة إجت من الهواء، ما أعرف مصدرها، كان أكو يعني شوية ما أقدر عراق شنو بالمحلة، فأصابتني طلقة وأني بالبيت، يعني طلقة خارج بيتي وأني بالبيت، يعني أصابتني طلقة. بأي مرحلة دراسية كنت بذاك الوقت؟ مرحلة كنت بالثاني متوسط بالثانوية. وشلون تعاملتي ويا الموقف؟ والله بداية يعني كان هو صعب علي، لأن يعني أنا كنت متفوقة هواية، شاطرة هواية، وفجأة يعني كل شيء يروح، كل شيء ينتهي فجأة، يعني لا يد لك فيها، فجأة كل شيء يتلاشى. فيعني تصور الإنسان يعني بهاي المرحلة وبهاي السن، يعني شنو يكون إحساسه، شنو يكون تصوره للحياة. يعني كنت أبكي يعني طول الوقت، طول الليل ما أنام، بس بعد يعني شلون يعني هيك شيء يصير، اني نبهت لنفسي، قلت يعني شنو يفيدك البكاء، شنو يفيدك يعني انت تقعدين بس تلومين، تقولين لو ما صار هيك شيء صار هيك شيء، لو ما صار هيك، لا لازم انت تقررين وتقومين من جديد، وتقومين من جديد، لازم تحاولين، الباقي عندك هو عقلك الباقي اللي راح منك، هو الجسد، واللي يقوم الإنسان هو عقله يعني مو جسده. من أتحدث ويا نفسي بنفسي يصير عندك قوة، ويعني هو إذا أنت سلمتي إنه هذا من أقدار الله خلاص. فقررت أدخل المدرسة، والمدرسة ما قبلوني، لأن وقتها نظرة المجتمع للمعوق نظرة سلبية، نظرة دونية، نظرة خوف. رجعت عن طريق الامتحان الخارجي، امتحنت صف الثالث المتوسط، الحمد لله طلعت الأولى على الطلاب الخارجيين، جبت 93%. يعني تدرين قريت بس مدة شهرين، بس مدة شهرين وجبت 93%، الحمد لله. بعدها يعني حسب التعليمات الموجودة بالوزارة التربية لازم الواحد من يمتحن خارجي ينتظر 3 سنوات، وفي السنة الرابعة لازم يمتحن السادس. فأني انتظرت 3 سنوات وبعدين رجعت عن طريق الامتحان الخارجي، امتحنت الصف السادس الأدبي، طلعت الحمد لله 99.1، يعني طلعت من الأوائل. طلعت الأولى على الأربيل والخامسة على الإقليم. أكو أوائل ما تشجعت أولادها على أنه يكملون دراساتهم، خاصة إذا كان من المعاقين؟ أكو مثلا من الناحية المادية أو تفكيرهم أنه هذا معاق ويحتاج رعاية خاصة وأنه يكمل دراسته هذه، فأكو هاي المشاكل بالعوائل، نقول العوائل البسيطة
العوائل اللي يكون ثقافتهم على بسيطة ولهذا ما يشجعون، فنشوفهم ما يجون، يمكن يكمل الحد الإعدادي، يكمل الحد المتوسط، يتوقف ما يكمل الدراسات. لكن أكو عوائل بالعكس تشجع أولادها بحيث أنه مرات يوصلهم إلى درجات عليا بحيث يحصل الماجستير، يحصل الدكتوراه، يكون العائلة خلفه أكثر شيء. منذ أن قررت سندس إكمال دراستها وقفت إلى جانبها ولم أتركها للحظة. كنت أرافقها خلال أدائها الامتحانات الخارجية وأجلس في باب المدرسة وأدعو لها بالنجاح والتفوق، لأن ما حصل لها لم يكن بالهين، فهي كانت طالبة مجتهدة ومتفوقة منذ طفولتها. كانت الأولى على دفعتها في كل سنة رغم أنها كانت يتيمة. توفي والدها وهي كانت في الصف الأول الابتدائي. حالياً رغم وضعها الصحي هي التي تتولى أمور المنزل وخاصة إعداد الطعام، فهي طباخة ماهرة. طبعاً سندس تأتي في المرتبة الخامسة بترتيب أخواتها السبعة. تصور ما نذكر لبرأوي سندس. أنا وجميع أفراد أسرتنا كنا نتوقع ما وصلت إليه سندس، وأن تجتاز المراحل الدراسية بتفوق، كونها مثابرة وتعتمد على نفسها في كل شيء. بعد أن تزوجت اخترت أن نسكن أنا وعائلتي معها ونكون بجوارها. كانت تنهض من الصباح الباكر لأداء الصلاة وأنا أعد لها القهوة، ثم تبدأ بالقراءة لغاية الظهر، تأخذ قسطاً من الراحة، ومن ثم تعاود مرة أخرى الدراسة حتى المساء، وهي معتادة على النوم مبكراً. سندس تضع برنامجاً لكل شيء. هي ليست فقط شقيقتي بل معلمتي، رغم أنها أكبر مني بسنة واحدة، وهي أيضاً معلمة أولادي الذين يستمعون إليها ويأخذون بنصائحها دائماً. يعني من انقطعت عن الدراسة 17 سنة فكرت يعني شنو يفيدني وينسجم ويا حالتي الصحية، فخططت يعني أدخل كلية القانون، لأن كلية القانون هم ينسجم ويا أفكاري. يعني كنت أكتب، يعني كاتبة، كنت أكتب مجالات متعددة وخصوصا بالشريعة وبالمجالات الاجتماعية، فالقانون يعني عنده علاقة ويا الاجتماع ويا الشريعة بالبداية، لأن كان عمري تجاوز السن القانوني لدخول الكليات الصباحية. بالبداية ما قبلوني بالكليات القانون الصباحي، يعني اسمي رجع بكلية القانون المسائي، بعدين أني ما قبلت يعني أدخل المسائي، فقابلت الوزير قلت له أني هيجي وضعي وجبت هذا المعدل. بعدين الوزير صدر تعليمات، الحمد لله يعني وفقا للتعليمات أني دخلت كلية القانون الصباحي. دكتور صلاح، هل الجامعات والمعاهد في إقليم كردستان مستعدة لاستقبال الطلبة المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني؟ نعم، حاولنا سابقا ونجحنا في إقناع الجامعات باستقبال الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين والراغبين بتكملة دراستهم الأولية، إضافة إلى دراسة الماجستير والدكتوراه. وخلال السنة الدراسية الحالية نجح 9 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول إلى الجامعات والمعاهد، وأغلبهم من الإناث. في السابق كان لدينا عدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة قبلوا في الجامعات، وفي تصور هذا العدد سيزداد في السنوات المقبلة بالتأكيد، ونحن نسعى إلى ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. دكتور، ما هي نسب المقاعد المخصصة للطلبة المعاقين في الجامعات والمعاهد كنسبة؟
النسبة غير محددة، وهي تعتمد على عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات والمعاهد ويحصلون على معدلات تؤهلهم لذلك. فيما يتعلق بالوظائف، الخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي نسبة تعيين الخريجين في الجامعات والمعاهد من ذوي الإعاقة تحديداً؟ لدينا حالياً قرابة 30 خريجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة معينين في مختلف الدوائر الحكومية، بينهم مدير عام ومعاون مدير أيضاً، وإعاقتهم لم تكن سبباً بمنعهم من التعيين، وفي حال استئناف التعيينات فسينالون فرصتهم بالتأكيد أسوة بأقرانهم، لأنه حالياً جميع التعيينات متوقفة في القطاع الحكومي لأسباب فنية واقتصادية. إذا احنا ضمننا انه المؤسسات الأهلية او الشركات الأهلية او الحكومية تنطي فرص عمل وما تفرق بين انه هذا ذوي احتياجات خاصة وهذا مو احتياجات خاصة، ما تعتمد على الشكل، وقتها طبعا الأهالي اكثر شيء يتشجعون انه يدرسون او يرسلون اولادهم للدراسة ويكملون دراستهم. ست سندس، احكي لي على الفترة اللي بقيتي بيها بالبيت لمدة 17 سنة، وانتي كنتي من الناس اللي عندهم طموح، فشون قضيتي هاي الفترة الصعبة؟ اي اني من قعدت بالبيت ما قعدت فاضي وعاطل، ما اشتغل، ما انشغل بشي، لا اني مدة 20 سنة كنت ادرس البنات بالبيت، ادرسهم علوم القرآن، العلوم الشرعية 20 سنة أدرسهم، تجويد، تفسير، أصول الفقه، يعني كل شيء على الشريعة. وبجانبه أنا أشتغل بالبيت، كنت أحيك للناس، حياكة، أمارس مهنة الحياكة، مو خياطة، حياكة بالبيت، يعني أسوي ملابس بالصوف حتى أحصل على دخل لنفسي، حتى ما أحتاج أحد، ما أمد إيدي لأحد أقول يعني حتى المعيشة إنسان يعيش كريم، مو ما يحتاج أحد. فهم بجانب ما أني أشتغل وهم أكتب، بهاي الفترة كان عندي 5 مؤلفات يعني كتبتها وبس بالسوق ينباع. إذا نجي نحكي على مرحلة دخولك إلى الجامعة، طبعاً أكو فارق بالعمر بينك وبين الطلبة، وأيضاً فارق من ناحية الجسدية، فشلون تغلبتي على هاي الصعوبات ست سندس؟ طبعاً أنا قلت إنه أنا سني تجاوز السن القانوني، فكنت أكبر منهم 20 سنة. يعني فأول يوم دخلت الكلية حكيت وياهم، قلت لهم أنا مثل أمكم. أنا مثل أمكم، أو إذا تحبون تعاملوني مثل أختكم الكبيرة، فالاختيار لكم، أي شيء تحتاجون أنا عندي تجربة بالحياة، أي شيء تحتاجون أنا أمكم، لازم تسألوني، لازم يعني هيك. أنا من أول يوم قطعت الفارق بيني وبيناتهم، فصار عندنا علاقة احترام، علاقة إخلاص بيني وبين زملائي، أقول يعني إيش أقول، يعني هم هم زملائي، هم أبنائي، وهم إخواني، فهيجي صار الوضع كلش سهل عليا. فأني حتى بس يشوفوني هيجي هيجي ألزم العربانة، واحد يجي ورايا يقول لا شيلي إيدك، إحنا ندفعك.
فهي شيء يعني الوضع صار سهل علي الحمد لله. الله يسهل كل شيء، بس انت قرري، بس الانسان يقرر شيء صحيح، يعني يقرر انه يخطو خطوه صحيحه فالله معه. فالاعاقه يعني كان يعني يمكن كان يكون سبب من اسباب، لو اني يعني ما عندي اراده قويه يمكن كان يكون سبب من اسباب وقوفي في الاستمرار بالدراسه وبالحياه، بس لا هذا ما صار مانع، لان اني قررت، مو قلت يعني أن لازم انت تقرر نفسك، اني قرر انه اتغلب على الاعاقه. شلون اتغلب؟ بالرياضه، كنت بالبيت امارس الرياضه، لانه يعني بالبدايه اني من انا كان عندي شلل وما ماكو حركه وماكو احساس، فسويت يوميه تمارين رياضيه، اسوي تمارين رياضيه حتى صار شويه جسمي قوي واقدر يعني حتى يعني امارس رياضه الاثقال، احمل الاثقال يعني حتى يعني ايدي تصير قويه واقدر يعني اشيل نفسي، اقدر ادخل السياره هيك بنفسي يعني دون ما احتاج لمساعده احد. هل صادفتي بالكليه حالات مشابهه لحالتك ست سندس؟ لا ماكو حالات مثل حالتي. بصراحة إحنا الجامعة حسب إمكانيات الجامعة والكليات والأساتذة نقدر نوفر لهم الظروف المناسبة، لكن يبقى أمور مو بإيدنا. مثلاً البنايات اللي إحنا دنسكن بيها أو البنايات اللي إحنا دندرس بيها بالجامعات، هاي البنايات بيها بنايات قديمة مثلاً ما بيها مصاعد، يجي ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي متحرك، فالمشكلة أنه يكون مثلاً عنده قسم، يكون القسم بالطابق الثالث أو الطابق الثاني، فهذا دائماً يشوف مشاكل بالصعدة والنزلة، أنه لازم نرتب له واحد أو شخص يقدر يشيله ويوديه للقسم مالته. فبصراحة الكلية توفر، أغلب الأوقات توفر هيك شيء، بس هي هذه أبسط مشكلة موجودة بالجامعة، أنه البنايات مالتنا مبنية ما مبنية على أساس أنه تكون ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يدخلون بها براحة. مثلا هسه بالدول الاجنبيه نقدر نشوف بكل مكان مسوين مكان خاص لذوي الاحتياجات الخاصه، حتى بالسوبر ماركتات يعني حتى بسهوله يقدرون يوفروا لهم كل شيء وهو ما يحتاج اي مساعده، لكن احنا بعدنا بهذه المرحله انه ذوي الاحتياجات الخاصه لازم يكون وياه واحد يساعده. بعد ما كملت البكالوريوس وحصلت على امتياز بموجب القانون بموجب التعليمات تعينت بالكلية كمعيدة بالبداية. يعني بعد سنة من تعييني دخلت الماجستير، حصلت على ماجستير. فبعد ما تحصل على ماجستير وتحصل على اللقب العلمي يعني تتوظفين كمدرسة، فهسه أنا مدرسة. وتم ترقيتي 2019 من مدرسة مساعدة إلى مدرسة بسبب نشري البحثين قانونياً في الكلية، بس أنا مدرسة. بعد كل هذا اللي أنت قطعتي وين تردين توصلين؟ أريد أحصل دكتورة إن شاء الله، وبعد أحصل لقب أستاذة مساعدة، وبعد أستاذة مساعدة لازم أنشر 5 بحوث حتى أحصل على لقب أستاذ. فأني ما أوقف إن شاء الله حتى أحصل على لقب الأستاذ، وبعدها ما أوقف عن طريق أفكاري عن طريق كتاباتي، ولازم يعني أخدم نفسي أولاً وأخدم المجتمع. ست سندس قصتها كانت كلش ملهمة بالنسبة لنا، ويعني كانت يعني ماكو شيء مستحيل بالدنيا، يعني ثبتت لنا بالدنيا انه ماكو اي شيء ولا عوائق، يعني اي حاجز بالحياه ماكو ما يقدر يوقف قدامنا اذا عندنا اصرار ومثابره وعندنا عزيمه وعندنا شجاعه. هيزو شيك ويش تقنيه كتعبير لسر او ما مستعبك. بصراحه لا استطيع وصف استاذتي باي كلمه او تعبير يليق بقدرتها العاليه ومثابرتها في التغلب على المعوقات التي لا يمكن تجاوزها بسهوله. انها انسانه رائعه تمتلك ثقافه عاليه جدا،
وتختار طرق تدريس حديثة توصل لنا المعلومة بكل سهولة. أنا شخصياً أحببت مادة اللغة العربية لأنها تدرسنا هذه المادة، وأعدكم في السنة المقبلة سأتحدث معكم بالعربية. من بداية من دخل علينا على المحاضرة من أول لحظة حسينا بأن نثق بأنفسنا، وعلى طريق دروسها يعني مو مثل هاي الأساتذة اللي يصعبون دراسة على الطلاب، هو كثير يسهل الدراسة لنا، وبالمنهج القليل يعني يوصل المفهوم والدرس بأكمل الطلاب ويفهمهم ويعلمهم اللغة العربية الكاملة. وأني أشكره من هنا من كل قلبي، لأنه هو ما بس أستاذه، هو أمنا وأختنا الكبيرة. طالبة سندس هي إحدى الطلاب التي تدرس الدكتوراه في القانون المدني المقارن بين القانون المدني العراقي والقانون المدني الفرنسي والشريعة الإسلامية. منذ حوالي عام هي طالبة لدي، هي إحدى الطالبات المجتهدات. بصراحة أنا لدي كثير من الحظ ليحصل على طالبة مجتهدة مثل سندس، لأنها بصراحة إحدى الطالبات التي كانت من الأوائل على كلية القانون في جامعة صلاح الدين. من خلال ملاحظتي لها يعني خلصنا أول فصل بالدكتوراه مالتها، يعني أبدعت فيه بصراحة، أبدعت يعني هي مادة البحث مالها رسالة الدكتوراه هي عن مضمون العقد في القانون المدني الفرنسي، دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية والقانون العراقي. بصراحة يعني المقارنة اللي سوتها بين القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية والقانون العراقي كان في إبداع في الفصل الأول. والفصل الثاني احنا حاليا عن ندرس الفصل الثاني وعن نكتب به نتائج رائعة جدا، يعني خلصت أول مبحث منه، يعني أنا كثير مرتاح وسعيد جدا بالعمل معها، وإن شاء الله تحصل على درجة جيد، امتياز إن شاء الله. يعني أعتبر صداقة سندس إلي يعني هدية من الله سبحانه وتعالى، لأن هي إنسانة رائعة بكل معنى الكلمة، صديقة حنونة وبحر من العطاء بلا مقابل. وهي يعني احنا زملاء في الدراسة في مرحلة دكتوراه، يعني هذه المرحلة صعبة ولا يعني يعرف صعوبتها غير اللي اجتازها. يعني احنا انا كإنسانة عادية يعني من الصعب اجتازها، وهي بهذه الحالة يعني تفوقت في دراسة ودائما يعني تساعد حتى الآخرين اللي يحتاجوها. أقول لكل إنسان مو بس المعوق، الإنسان الصحيح منا، أقول لهم إن الحياة مليئة بالصعوبات، يعني تأكدي إنه أنت تعيشين بالحياة وما تلاقين صعوبات، هذا الشيء يعني مستحيل. الحياة مليئة بالصعوبات، لازم أنت تقررين إنه أنت أي صعوبة يجي قدامك أنت تواجهينها، ما تهربين منها. الإنسان بلا هدف مو إنسان. أنت يعني من يكون عندك عقل ورشد لازم تقررين أنه يكون عندك هدف، وكل يوم تحاولين وتعملين وتجتهدين للوصول إلى هذا الهدف بأي وسيلة مشروعة. يعني مو يعني شرط أنت لازم تختارين هاي الطريقة لأن الآخرين اختاروا هاي الطريقة، لا، أنت اختاري الطريقة الصحيحة المشروع اللي يناسبك، مو أنت يعني لازم مقلدة للآخرين، لا، أنت اختاري طريقك بنفسك وبما يناسبك.